جوزك على ما تعوديه. قد ايه انت مؤمنه بالمثل ده؟ ولا مفيش حد بيتغير واللي فيه ده ما بيغيروش؟ حاجات وحاجات. في طبع بيبقى في البني ادم انا المفروض هبقى عارفاه في فتره هنتعرف فيها على بعض قبل الجواز، في طباع مش هتتغير، انما في حاجات تانية لا طبعا هو لازم يتعود عليها من اول يوم. مش ملوش حجه يعني. انا مش مؤمنه خالص بالمثل ده، لان اللي فيه طبع ما بيتغيرش، ولو انا بحبه وان انا واخداه على كده وعارفه طبعه اكيد مش هحاول اغيره، يعني يكون في تفاهم من الاول، وهو لو بيحبيني برضو يعني مش هيحاول يضايقني ويحاول يتفهم. انا عن نفسي متجوزه، وفعلا الواحد على ما تعود جوزها، في مثل يعني كماله المثل ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. لا انا اؤمن بالمثل جدا، اللي فيه ده ما بيغيروش، والطبع بيزيد بالسن ما بيقلش، واللي ما طلعش من بيت اهله متعود على حاجه معينه يقول نيفر تشينج اي حاجه في حياتك. يعني هي المفروض ان يبقى في تحاول الست مره واتنين، بس لازم يعني يتكمل بالطريقه اللي هو بيها ده، يا ما تكملش، مفيش حد بيتغير. لان الرجل زي العيل الصغير زي الطفل، فتعودوا على حاجات كويسه يبقى كويس، تعودوا على حاجات وحشه يبقى يعني وحش. لذلك انا انصح كل الستات انه تعود ازواجها في حاجات كويسه عشان يبقى تمام معاها وتمام، يعني رجل صالح في المجتمع. هي من اول يوم لازم تقول له كل حاجه على طول، وهو مش عاجبه بقى يعني ينفضها سيره. هو اساسا كل واحد ليه طبعه الخاص، فلازم كل واحد يتعود على طبع التاني. يعني شايفه ان هو ده الاحسن اصلا. اللي فيه ده ما بيغيروش خالص، بس هو في الحالتين مش في الراجل بس، في الراجل او في الست، يعني في حد ممكن يغيرك للاحسن او للاوحش، فهي تبقى راجعه للشخص نفسه. يعني في ناس لو العلاقه قويه وفيها حب هيتغير، بس لو خلاص بقى يعني ممكن بنسبه كبيره قوي بقى الحاجات اللي هي الصالونات دي ما بيتغيرش، واللي فيه ده ما بيغيروش مهما حاولت بقى ما بيتعودش ولا اي حاجه. ممكن يتغير بس على حسب هو عايز ولا مش عايز يعني، بس كل ست وشطارتها بقى، يعني هي بتحاول وربنا يكرم كده يعني. يعني هما بيبقوا متعودين على حاجات وبعد كده بيفضلوا زي ما هما، ومحدش بيتغيروا للأسوأ. اكتر حاجه بقى في الموضوع ده بتضايقني وبتأزمني وبتقرقني جدا، ان الواحده تفضل سنين وسنين تحاول تغير حاجات معينه في جوزها كده وما يقدرش يتغير وما يتغيرش ابدا. اول ما تحس هو يحس ان هو يخسرها او هي خلاص فقدت الامل وهتتطلق او تتطلق بالفعل وعشان يرجعها يبدا يتغير، فده بيكون بعد فوات الاوان. فخليك ذكي، ولو في حاجات فعلا مضايقه مراتك جوهريه فاعملها قبل ما تضيع منك، ما تستناش لما تضيع منك وبعد كده تقول ايه يعني يا ريت. اللي بتضايق الست جوهريه من الراجل ايه هي؟ غيرته الزياده. غيرته زياده؟ طب ما كده حب. لا لا، ساعات على فكره احيانا بتتمنى النظافه الشخصيه. بالظبط، ده مهم، ده مهم جدا. ساعات بتبقى في ستات كتير بتعاني من الموضوع ده. ده مهم دي.